الأخضر طفى، وراه الأصفر أهو، لغاية الأحمر طفى. أهلا بيكم فيديو جديد ومعكم مهندس مينا. النهاردة عندنا دارس سهل جدا، كل مرة بنشرح أردوينو أو بنشرح إلكترونيات بيكون في حاجات صعبة أو برمجة والكلام ده، ففكرنا النهاردة عايزين نعمل حاجة سهلة كده، فيديو خفيف شوية على الناس. النهاردة عندنا زي خزان صغير، هنفكر ازاي ان احنا ممكن نعمل له دايره بنشوف بيها مستوى الميه، ودي هتستعملها في بيتك. تقريبا كل بيت حاليا فيه خزان ميه، فهنشوف ازاي ممكن تستعمل دايره زي دي وازاي ممكن تعملها وايه ممكن يكون ميزاتها عن دايره تاني او طريقه شغلها ازاي. خلينا كده نشوف الدايره نفسها. الدايره نفسها عباره عن ايه؟ اللي احنا عاملينها هنا عباره عن 4 مراحل، كل المراحل متشابهين بالظبط زي بعض، عباره عن ليد ومقاومة 1 كيلو وترانزستور 2N4 تنات. ممكن تستعمل اي ترانزستور عندك في البيت، اهم حاجة ان هو يكون NPN. فاحنا هنا شغال الترانزستور كسويتش، فمش هيفرق معانا ايه نوعه بالظبط، اهم حاجة يكون NPN ولو باور ترانزستور، لان الدايرة بتاعتنا هتستعمل هنا باور صغير وهيكون عبارة عن 9 فولت. هنا عاملين 4 مراحل، يعني معنى كده ان احنا ممكن نشوف 4 مراحل المية بتاعتنا من اول الريد لغاية الجرين، يعني كده المية هنا خلصانة خالص وهكذا بتبدأ تزيد. الفكرة هتكون عبارة عن ايه؟ الفكرة ان الترانزستور هنا شغال كسويتش، ففي الحالة العادية مفيش كهرباء بتعدي فالليد مطفي. أول ما تيجي المية تتملي لغاية ما توصل للمستوى بتاع السلك اللي هو داخل على البيز بتاع الترانزستور، الترانزستور ده هيشتغل. طب الكهرباء هتيجي ازاي؟ الكهرباء هتيجي من طرف البطارية 9 فولت، هنزله في التانك بتاعي لغاية آخر التانك. ميزة الدايرة دي ايه؟ اني انا ما عنديش كميه كهرباء كتير ماشيه في الميه، فالميه مش هيحصل لها اكسده، فالميه ما فيهاش اي مشاكل. تقريبا التيار اللي ماشي حاجه بالمايكرو امبير، فانا ما عنديش مشكله. يعني لو استعملت اي دوائر تاني، في دوائر بيكون في يعني موجب وسالب داخلين الميه، فده بيخلي بعد شويه طعم الميه يبقى وحش، وبتكون الميه تقريبا بيبقى فيها نسبه املاح عاليه، فدي مش صحيه. لكن هنا احنا عندنا التيار اللي بيعدي جوه الميه حاجه تعتبر بالمايكرو امبير، فصغيره جدا، وفي نفس الوقت ان انا بسهوله جدا ممكن اعرف مستوى التانك بتاعي، سواء مثلا 4 لدات او يعني كده انا بقيس 4 مستويات للميه، ممكن ازود تاني او انقص زي ما انا عايز. فخلينا نشوف الدايره بتاعتنا وهي بتشتغل شكلها ازاي. دي الدايره بتاعتنا، خزان هنا عندنا 4 مراحل، زي ما انت شايف السلك متوزع على مستويات مختلفه. فهنبدا كده نملي الخزان بتاعنا ونشوف. اول بس نظبط دي كده، اللمبة الأحمر انورت، معنى كده المية وصلت للأحمر في الأزرق، وادي الأصفر أهو تمام، وأخيرا الأخضر، كده معناه الخزان بيقولك إن هو مليان. طب خلينا كده نجرب نفضي، كده بجرب إن أنا أفضي الخزان بتاعي. الأخضر طفى، وراه الأصفر أهو، لغاية الأحمر طفى، كده معناه المية وصلت لأقل مستوى أنا عايزه. طبعا المستويات دي انت ممكن تعملها زي ما انت عايز، يعني انت ممكن تخلي المسافات دي براحتك، وممكن تخلي دول هنا 4 مستويات للميه، ممكن تخليهم اكتر من كده، ممكن تخليهم 5 10 زي ما انت عايز، وبالتالي انت معاك تحكم سهل جدا. هنا زي ما انت شايف السلك اللي جوه الميه مش بيحصل له تأين او مش بيسود، يعني مش بيتأكسد، فالدايره بتاعتنا عشان ما بتسحبش كهرباء شغاله ببطاريه 9 فولت، فهتعيش معاك كتير. بس ده كان الفيديو بتاعنا، لو عجبك ما تنساش تدينا لايك، لو ليك اي سؤال سيبونا في الكومنتات واحنا هنرد عليك، وما تنساش تشترك معانا في القناة، وعايزين دعوة حلوة.